عندنا كانت مع في بدايه السنه كانت مع كابتن ياسر محمدين، فحصل تغيير كان معايا فرقه ثانيه ومسكت الفرقه. حضرتك عارف ان احنا بنعمل كادر لل 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 لل, لل, لل زي ما بنقول للتوالي للفرق بتاع لحد ما حد يوصل للفريق الاول. الفرقه عندنا فيها مجموعه لعيبه كويسه. الصعوبه في السن دوت 2007 ان هم اول سنه بيلعبوا 11 ملعب كامل، واخد بقى حضرتك، بس هم عندهم لعيبه موهوبه كتيره ولعيبه مبشره، واخد بقى حضرتك، بنشتغل عليهم وبنلعب ماتشات وديه زي ما حضرتك شايف النهارده الاداء كويس، تحفظ تمركز الكلام ده كله على اساس ان الولاد يبداوا بعد كده المرحله الجايه اللي هي السنه اللي بعدها ان شاء الله باذن الله يخشوا على مثلا قطاع الناشئين. هم دلوقتي بيتحسبوا على البراعم، السنه الجايه ان شاء الله يخشوا على القطاع بتاع الناشئين، تبقى انت عملت سيستم فرقه وكام فرقه ان شاء الله مع التطور مع السنين اللي جايه يبقوا افضل واحسن. الحمد لله يعني كسبنا النهارده، وبسبب تعب الكابتن حسين شكر والكابتن علي والكابتن خالد، والحمد لله ان شاء الله نكسب البطوله اللي جايه ان شاء الله. اللعيبه كلها رجاله طبعا، كابتن حسين شكر بيقول خلي قلبكم كله على بعض وحبوا بعض وكده، واحنا بنتعامل كلنا كاننا واحد، واللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش عادي يعني. احنا الاهلي ما فيش ماتش يعني يبقى صعب علينا، واحنا بنتكلم مع بعض عشان نسهل على بعض الماتش. دي كانت لقاءات ما بعد مباراة الأهلي والسكة الحديد 2007 بقيادة الكابتن حسين شكري ولاعبي الفريق.